من التحرير ينضم إلينا السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا بك أستاذ رائد. حديث الأسواق اليوم كان عن اتفاق التجارة بين أستراليا وبريطانيا، برأيك ما أهمية هذه الاتفاق التجاري بينهما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ يعني هي الأهمية الأبرز للاقتصاد البريطاني الذي يسعى، هذه أول يعني صفقة يتم هندستها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، اختيار التوقيت بعد جي 7 اجتماعها كمنتجات الجي 7 أنه اجتماع الدول السبع أنه يكون في عندي الاتفاق مع الاقتصاد الأسترالي. نحن بدنا نطلع على الميزان ما بين بريطانيا وأستراليا، كانت تقبع بريطانيا في المركز الثامن بالتبادل التجاري مع أستراليا، الآن تسعى إلى أن تكون في المركز الأول بعد هذا الاتفاق الخالي من الرسوم. هو مهم جدا بالنسبة لبريطانيا اللي لنستشف مستقبل بناء العلاقات التجارية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكن في نفس الوقت سوف يثير حفيظة الشركاء التجاريين لأستراليا على سبيل المثال، وسوف يظهر تنافسية الاقتصاد البريطاني مع اقتصادات عظمى مثل الاقتصاد البريطاني والاقتصاد الأوروبي الذي ينشق عنه مؤخرا الاقتصاد البريطاني من عملية البريكزيت. بالتالي العملية لن تكون سهلة، ربما لن يحقق المكاسب العظيمة من هذه الاتفاقية، التوقعات بأن يضيف حوالي نصف مليار يعني بالنسبة نصف مليار دولار ليس بالرقم الكبير جدا، ولكن له أثره الاقتصادي على الاقتصاد البريطاني كتوقع للفترة المستقبلية المزيد من هذه العلاقات التجارية القوية المبنية على التبادل الحر المباشر. ممكن أن يفتح الفرص أكثر للاقتصاد البريطاني لغزو أو خلينا نقول لتقوية العلاقات مع شركاء تجاريين جدد وبناء هذه العلاقات بشكل أقوى للصالح البريطاني، وأيضا بدأنا نرى الداخل البريطاني يتفاعل مع هذه الخطوات مسبقا، ارتفاع عدد التوظيف داخل بريطانيا في عام 2020 وعام 2021، هذا دلالة على أن بريطانيا مقبلة أن تحافظ على مكانتها المالية، والآن نضيف إليها المكانة التجارية للمملكة المتحدة. نعم، بعد بيانات التضخم ما توقعاتك للسياسة النقدية الأمريكية؟ يعني بيانات التضخم تؤكد مرة أخرى أن التضخم يخرج عن السيطرة، يرتفع بشكل قوي، ولكن تطمينات الفيدرالي الضمنية أنه هذا تضخم مؤقت، هذا ارتفاعات مؤقتة، لأنه نحن خرجنا من أزمة ونتيجة السياسات التيسيرية الضخمة جدا لا يوجد ما يقلق، وبالتالي ستبقى السياسة التحفيزية على ما هي عليه لأنها بيانات مؤقتة. لكن يعني الحديث والأصوات تتعالى داخل الفيدرالي الأمريكي، نحن ننتظر اجتماع الفيدرالي الأمريكي لنرى مزيد من التلميحات حول توجه الفيدرالي الأمريكي ربما إلى تقريب موعد رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية وتقليص البرامج التيسير النقدي. ملفت للانتباه ما قام به الفيدرالي يعني من خلال البرنامج خلال ليلة واحدة اللي هو شراء إعادة شراء السندات من الأسواق أو بيع السندات بالأسواق بشكل عالي جدا ولمستوى عالي جدا لليلة واحدة، وهو امتصاص للسيولة من السوق في حركة مؤقتة لتقليص الأثر التيسير الكمي الضخم الذي يقوم به الفيدرالي الأمريكي. عمليا التضخم يبدو أنه سوف يكون مؤرق جدا للفيدرالي، سوف يتجه إلى تغيير السياسة النقدية بلا شك، وممكن أن يكون بدأ الموعد الذي يعود فيه الدولار الأمريكي إلى سلسلة الارتفاعات بعد فترة طويلة من الرزوح تحت ضغط كبير. نعم، كيف تقيم أسعار النفط؟ يعني نحن عم نتحدث النفط حاليا مستقر بشكل واضح فوق 70 دولار للبرميل بالنسبة للWTI. هذه الإيجابية تتأتى من التفاؤل بالطلب، يعني نحن عندنا الطلب كان يعني تحت ضغط كبير بالفترة الماضية، الآن بدأنا نرى مزيد من الانفتاحات الاقتصادية، العديد من الدول تفتح اقتصاديا بشكل أكبر، إذا ما كان لا يطلب النفط سوف يبدأ بطلبه حاليا. من يترجم ذلك؟ تترجمه انخفاض مخزونات النفط التي كانت لدى معظم الدول والتي استغلت الأسعار المنخفضة للنفط ورفعت مخزوناتها، بدأت تستهلك بشكل كبير من هذه المخزونات، هذا الدليل يعني أنه سوف يكون هناك طلب مستقبلي على النفط قد يبقي أسعار WTI فوق 72 دولار للبرميل على الأقل حتى نهاية هذا الصيف. نعم، سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا.